درجات الحرارة لها تأثير كبير على سلوكيات الناس، وكذلك تزيد من شدة الاحتدام في مواقع التواصل الاجتماعي. نبي نتعرف على هذه السلوكيات في هذا التقرير. كيف درجات الحرارة معك؟ مشوب كتير. شوب كتير. إيش يعني شوب؟ يعني حار. شوب كتير. شوب كتير درجات الحرارة، صح؟ صح. شو رأيك أنت بعد في درجات الحرارة؟ كمان فطيس. لو الأساسيات. تعطوني مصطلحات غير شوب وفطيس. أحيانًا أكون أنا مروق، بس يوم أجي للدوام مع الحر يعني يكون شيء صعب علي. مرة. فتغير النفسية. تعودنا درجة الحرارة فيك. إن شربت بارد تقعد حار، وإن شربت حار برضو حار. ونشرب شاهي برضو عادي في درجة الحرارة هذه. ردودك في الشتاء تختلف عن الصيف؟ تصير حنين أكثر؟ تقريبا يعني يكون تغلبات مزاج. في الصيف تكون دائما معصب يعني. جو السنة دي تحفة بصراحة يعني، لغاية دلوقتي أنا مش حاسس إن إحنا في صيف ولا في أي حاجة، والجو دلوقتي رائع، وأنت شايفنا قاعدة تريض أهو ومفيش أي مشاكل. ما في أي مشاكل. لا لا ما فيش. واضح عليك إنه مرة ما في حر. لا لا ما فيش حر والله. أبدا. والله ما في حر، والله ما حاسس بحر. الواحد في الصيف يكون شوية يعني مخنوق، لكن في الشتاء يكون أضغف الوضع. نصيع عليهم وننزل عليهم من السيارة؟ لا، لأن الجو ما يساعد. تدور الأماكن الباردة، الأماكن المغلقة. الله يكون بعوننا، بس دور التكة بس تبي أي أحد يسلم عليك تتهاوش معه، سوي ريليس للي فيه كله. إيه بس تحمل زيادة. لا والله أنا ما بنفعل عادة. لا بصراحة ما يأثر علي. أكيد هو يأثر بصراحة بس على الصلعة.